استاذ غابريال صومة، يعني سؤالي الى حضرتك، يعني دائما الامريكان يحاولون انه الضغط للملمة الصراع في الشرق الاوسط وعدم توسعة الحرب الى نطاق ابعد او الى حرب شاملة. الفعل الاسرائيلي خلال هاي اللحظات الساعات الماضية يعني يشير الى انه اسرائيل ما عندها مانع، ما عندها اي مشكل بتوسعة الحرب. طيب وين الضغط الأمريكي؟ وين الموقف الأمريكي من عمليات الاغتيال اللي تقوم بها إسرائيل حاليا برأيك؟ والأولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الكرام. من بعد 7 أكتوبر تعهدت إسرائيل بقتل إسماعيل هنية وغيره من قادة حماس، ومنذ ذلك الوقت إلى الآن قتلت أكثر من 39,000 شخص في غزة، وجرح أكثر من 100,000 جريح. وفي اليوم السابق للاغتيال نفذت ضربة على بيروت قتلت في هذه الضربة فؤاد شكر، وهو مسؤول كبير في حزب الله. وتقول إسرائيل بأنه متهم بمقتل 12 شاب في مرتفعات الجولان. موقف الولايات المتحدة والناطق بالخارجية الأمريكية يقول ليس لنا دخل في هذا الموضوع، وأنتوني بلينكن صرح بذلك بأنه لم يكن لدى الولايات المتحدة معلومات تشير إلى مسألة هذا الاغتيال. يعني أستاذ غابريال لم يكن لديهم علم شيء، وأمريكا غدا سوف تدعم إسرائيل شيء آخر. والولايات المتحدة تعتبر بأن إسرائيل هي حليفة لها، طبعا سوف تدعم إسرائيل ودعمتها في السابق، ولكن فيما يتعلق بهذا الموضوع بمقتل المرحوم هنية، الولايات المتحدة تقول بأنه لم يكن لديها علم بهذا الاغتيال. طيب ماذا لو توسعت الحرب؟ يعني ماذا لو الأمريكان فقدوا السيطرة على منطقة الشرق الأوسط؟ يبدو بأن أمريكا فقدت السيطرة على الشرق الأوسط، وهذا يعود إلى السياسة الفاشلة التي يتبعها الرئيس الأمريكي جو بايدن. وجدنا كيف حصلت الحرب في أوروبا في أوكرانيا سنة 2022، ووجدنا كيف حصلت الحرب في غزة، وما حصل في 7 أكتوبر. علاقتنا مع روسيا ليست علاقة سليمة، علاقتنا مع الصين ليست علاقة سليمة، ولا مع كوريا الشمالية، وهناك مخاوف من حرب ثالثة. طيب. إذن هذا يتعلق بسياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن الفاشلة.